التيك توك منصة اجتماعية لمقاطع الفيديو، تم إطلاقه منذ سنوات قليلة محققاً انتشاراً واسعاً في الجزائر خلال الآونة الأخيرة، وأصبح منصة رائدة في مقاطع الفيديو القصيرة بمشاركة واسعة ليس من فئة الشباب فقط بل حتى الكهول. انتشار حمى الشهرة بين الشباب دفع بهم إلى دخول هذا العالم، لكن الجديد اليوم هو مشاركة كبار السن في هذه التطبيقات. وللشارع الجزائري آراء مختلفة حول تطبيق التيك توك وطريقة استعماله بين من يجد فيها متعة وتسلية ومن يراه سلبيا ومتناقضا لعاداتنا وثقافتنا. أنا عندي تيك توك يعني إيجابية، ماشي حاجة نشن ندير تيك توك كي قعدت ندير تيك توك ندير باغزومبل لي شونسور. تيك توك هذه يعني مصيبة كبيرة، هذا التواصل الاجتماعي أنا أقول بين قوسين ظهره خير موجو، على يدخل فيه الشيطان يدخل ما لا يحمد العقبة. نورمالمون تيك توك نورمالمون يوجهوا في حاجة أخرى، حاجة تاع بيبليسيتي بيبلي وحاجة تاع خدمة تاع أمور. لتبقى مثل هذه التطبيقات وغيرها سلاح ذو حدين، وجب على المشاركين فيها استغلالها فيما هو إيجابي لتفادي أن تكون لها أي انعكاسات أو تبعات سلبية على حياتنا في الواقع.